فازت البطولة في يومين. الظروف كانت جد حسنة، كانت يعني مميزة بالنسبة للبطولات اللي نحضرها كامل. الحمد لله كانت البطولة ناجحة ما شاء الله. المشاركين كانوا في جو تنافسي رائع. الولايات المشاركة 25 ولاية، قال يعني اللي جاوا معنا حوالي أكثر من 200 مشارك. أشرفنا على بطولة منصورية زياما في الحساب الذهني، كانت بطولة مميزة بين زرقاء البحر وعلو الجبال، حيث هذه البطولة شارك فيها عدة متنافسين، أهم المتنافسين المشاركين في هذه البطولة أبطال عالميين سابقين، أبطال متأهلين لبطولة العالم. كانت منافسة شرسة بين هذه الأبطال من أجل افتكاك المراتب الأولى، وكذلك من أجل الحصول على مقعد من أجل المنافسة في بطولة مصر للحساب الذهني. احتكيت المركز الأول في المستوى الرابع. اليوم كانت منافسة جد شرسة مع أبطال عالميين، وهذا شرف لي. كانت على شواطئ ولاية جيجل، هي بطولة مؤهلة إلى البطولة العربية بمصر، وأتمنى أن أشرف الجزائر. يعني كانت بطولة ترفيهية سياحية أيضا. الجانب المفضل لدي أنني قمت بالترفيه عن نفسي، خصوصا بعد انتهاء الاختبارات. توجت اليوم بالبطولة الوطنية لولاية جيجل بلدية الزيامة بالمرتبة الثالثة في رياضيات الفيدا. تأهلت للبطولة الدولية والعربية بمصر. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.